السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حتكلم عن محاضرة الـ Feature of Parathyroid Hormone. هنا عندي الـ Objective واتمنى اني اغطيها. اول شيء الكالسيوم انتيك نورمال يكون 1000 ملي جرام بير داي، و 200 ملي جرام منه حيصير له absorption طبعا فين؟ في الـ Small Intestine عن طريق الفيتامين دي، هو اللي حيساعدك على امتصاص الكالسيوم. واول مكان يصير فيه storage للكالسيوم هو البون، تقريبا 1000 ملي جرام 1000 جرام، وبعد الكالسيوم يصير له ستارت في السيلز. طيب، والميجر سايت للإكسكريشن حق الكالسيوم عندك الكدني، والكدني حتعمل لك ريجوليشن عن طريق الري أبزوربشن والإكسكريشن، هذا كله عشان تحافظ على الكالسيوم هيموستاسيس. طيب هنا أوفر فيو للكالسيوم، لو مثلا أنا سويت انتيك لألف ملي جرام حيصير 900 منه يخرج في الفيسز ومية ملي جرام يروح في اليورين، فعشان كده انا لازم اكل يوميا كالسيوم عشان لا يضطر البدن انه يسوي اكسكريشن من الكالسيوم اللي اوريدي ستورج في البون. طب هنا عندنا الكالسيوم في السكيليتال اللي مسيلو ديبوزيشن مع الفوسفار هيكونوا لك كريستالين كالسيوم فوسفات، وحيكون اسم المركب هيدروكسي ابيتايت. طيب 99% من الكالسيوم سيلو ديبوزيشن في البون والتيث، و1% بس هو اللي موجود في البودي فلويد. طيب دحين هنتكلم على الايونايزد واللون ديفيوزبل واللي كومبلكس مع السولت. اول شيء الايونايزد هو اللي يكون بيولوجيكال اكتيف، يعني هو اللي يسوي الميتابوليزم اكشن للكالسيوم. طيب الفري ايونايزد نسبته 48% و46% لون ديفيوزبل و6% هو اللي مع السولت. النورمال رينج للكالسيوم اللي هو 8.5 ل 10. طيب نيجي للفوسفات، 80% من الفوسفات يكون مرتبط مع الكالسيوم، 10% يكون يا مرتبط مع ليبيد او بروتين او شوجر، وال10% الثانية تكون كيميكال كومباوند زي النيكلوتايد اللي هي ATP وغيره، أو كوانزيم زي ناد وغيره، أو كرياتين فوسفات. طيب الريجوليشن حق الكالسيوم والفوسفات يصير بهرمونين اللي هما الباراثيرويد والكالسيتونين. الباراثيرويد عنده تو افكت، دايركت وانديركت. الدايركت ايش حيسوي لك؟ حيسوي لك ستيميليشن للاستيكلاست، يعني حيسوي بون ريزوربشن اللي هو تكسير العظم، فبالتالي يزود لك الكالسيوم برا اللي هو السيروم كالسيوم. طيب ولا indirect effect ايش حيسوي؟ حيسوي activation لالفا 1 hydroxylase enzyme، هذا الانزيم اللي يخلي الفيتامين دي من inactive لactive form، فبالتالي هو حفز انه الفيتامين دي يزيد، وزيادة الفيتامين دي حيزيد الريابسوربشن حق الكالسيوم، فانا كده سويت increase للكالسيوم بس بindirect way. والكالسيتونين بالضبط عكس الباراثيرويد، يعني هذاك كان يكسر العظم، الكالسيتونين حيبني العظم، فلما انا اسوي بون فورميشن واحفز الاوستيوبلاست كده حيصير عندك ديكريس في السيروم كالسيوم. طيب لما نتكلم على الفيتامين دي الاكتيف اللي هو 1.25 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول، هذا حيزود لك الكالسيوم عن طريق انه يزود الكالسيوم ابزوربشن من الانتستين، وانه يزود الكالسيوم ري ابزوربشن، وطبعا دائما عكس الكالسيوم الفوسفات اللي هو حيزود لك الاكسكريشن حق الفوسفات من الكدني. طيب السينثيسيس حق الباراثيرويد هو اول حاجه انه سنجل بوليبيبتايد 84 امينو اسيد والمولكيولر ماس حقه مكتوب. طيب يتصنع في بري برو باراثيرويد، طيب يعني بري برو يعني انا احتاج اسوي له كليفج عشان يوصل للاكتيف فورم حقه. حيصير له كليفج فين عشان يوصل للاكتيف؟ في الاندوبلازميك ريتيكولوم والجولجي ابيراتس، وبعدين في النهايه يصير له باكج في سيكريتوري جرانيول اللي هي فيزيكال في السيتوبلازم حقت نفس السل. طيب الهاف لايف حق الباراثيرويد من 2 ل 4 منت. طيب ويصير له ميتابولايز في الليفر. الحين انا اساسا زي ما شفتوا في دي الصوره اللي بالاورنج هذا البري هرمون، اللي بالاخضر هذا البرو هرمون، هذه اللي قلت انا حتخلص منه اوريدي وحصير لهم كليفج في الاندوبلازميك ريتيكولوم والجولجي ابيريتس، لكن اللي بالاحمر هذا هو الباراثيرويد نفسه يتقسم لاثنين، سي تيرمينال وان تيرمينال. الان تيرمينال هو الاكتيف، السي تيرمينال هو الان اكتيف، فانا لما اسوي الميتابولايز في الليفر حتى حشيل الان اكتيف تيرمينال اللي هو السي، وحبقي بس الان تيرمينال هي الاكتيف اللي حتسوي لي الفانكشن. الدومينانت ريجوليتور للباراثيرويد اللي هو البلازما ايونايزد كالسيوم، يعني الايونايزد كالسيوم هو اللي هيحدد اذا هنا افرز باراثيرويد او لا. فلما متى افرز باراثيرويد؟ لما يكون عندي اللو كالسيوم، عشان الباراثيرويد يزود لك الكالسيوم. طيب يعني لو وصل متى يكون الباراثيرويد في الماكسيمم سكريشن؟ لما يكون الايونايزد اقل من 3.5. لو كان الايونايزد وصل اعلى من 5.5 خلاص هيكون الباراثيرويد انهبيتد،
لانه لما يكون عالي الايونات انا كذا ما هحتاج اني افعل الباراثايرويد، لانه الباراثايرويد تزود لي الكالسيوم، عشان كذا لما يزيد حيصير له انهبيتد الباراثايرويد. طيب هنا لازم اعرف انه الباراثايرويد سيل عليها ريسبتور اللي هو الجي بروتين كابل ريسبتور، هذا هو اللي يسوي لي سنس يحس بزياده او نقصان الكالسيوم، ويسوي الميكانيزم حقه عن طريق الفوسفولايبيز سي والادينايل سايكليز. طيب يعني لو كان عندي زيادة من الكالسيوم حيحس الجي بروتين، جي بروتين ريسبتور، ويسوي ستيميليشن للفوسفولايبيز سي والاي بي 3 لين ما زيادة الكالسيوم هذه تسوي لك انهبيشن للسايكليك اي ام بي. لما يقل عندك السايكليك اي ام بي حيمنع افراز الباراثايرويد، فبالتالي زيادة الكالسيوم تمنع لي السايكليك اي ام بي، فبالتالي تمنع الباراثايرويد انه ينفرز. عكس كده لما يكون عندك low ionized calcium يعني الكالسيوم عندي قليل، السايكليك AMP حيزيد وزيادة الكالسيوم AMP حتسوي لك stimulation للparathyroid release، فينفرز الparathyroid ويسوي لك regulation ويزود الكالسيوم اللي كان أساسا low. هنا صورة بتجمع لك الرول حق الكالسيتونين مع الparathyroid في regulation of the calcium. لما الparathyroid ترتبط مع الجي بروتين coupled receptors حتسوي لك two signaling pathway زي ما قلنا، زيادة السايكليك ام بي والفوسفولايبيز سي. طيب هذه السيجنالينج باث واي هتحفز لك البروتين كينيز اي والبروتين كينيز سي. البروتين كينيز اي لحاله يسوي لك ديكريز للبون مينرايزيشن، يعني اقلل البون مينرايزيشن فبالتالي انا كذا حزود كالسيوم، والاثنين مع بعض بروتين كينيز اي وسي حيسوي لك زياده في الري ابزوربشن اوف كالسيوم باي ذا كيدني، فانا لما ازود الري ابزوربشن للكالسيوم بعد كدني هزود الكالسيوم ليفل. الاكشن حق الباراثايرويد في التارجت اورجن اللي هم الثلاثه بون وكدني وانتستاين، اول شيء في البون حيزود لك البون ريزوربشن اللي هو تكسير العظم عن طريق انه هو يسوي ستيميليشن للاوستيوكلاست، فلما اكسر العظم حسوي زياده في الكالسيوم سيركيليشن. في الكدني انا حسوي زياده للري ابزوربشن حق الكالسيوم، فبالتالي لما ازود الري ابزوربشن حق الكالسيوم عشان يزيد، في نفس الوقت حقلل الري ابزوربشن حق الفوسفات، ان الفوسفات والكالسيوم عكس بعض، فانا لما اقلل الري ابزوربشن حق الفوسفات كاني سويت اكسكريشن للفوسفات. خروج الفوسفات حيزود لك دخول الكالسيوم، فبدي الطريقه انا ازود الكالسيوم. في الانتستاين الباراثايرويد والهايبوفوسفاتيميا، هايبوفوسفاتيميا اللي هو لما يكون الفوسفات قليل، هذه الاثنين تسوي لك ستيميليشن او انهانس للالفا 1 هيدروكسيلايز انزيم اللي هو يحول لك الفيتامين دي من ان اكتيف لاكتيف. طيب انا مدام هذه الاثنين زودت لي الفيتامين دي حيزيد عندك امتصاص الكالسيوم، لانه الفيتامين دي هو المسؤول على الابزوربشن اوف كالسيوم في السمول انتستين. طيب بدي ثلاثه طرق كلها زودت البلازما كالسيوم ليفل. طيب هنا عندي لو الباراثايرويد عنده تو اكشن كاتابوليزم انابوليزم، لو اعطيته كرونيك لو سويت كرونيك اكسبوجر للباراثايرويد يعني بلارج اماونت وبروجريسيفلي انه شيء مستمر، هنا ايش حيسوي لك؟ حيسوي لك طبعا زياده في البون ريزوربشن، ممكن يكون عندك بون لوز. لكن لما انا اعطيه على دفعات متقطعه يعني انترميتنت ادمنستريشن اوف باراثايرويد كده حيسوي لك ستيميليشن للفورميشن حق البون. طب كيف انا اسوي ستيميليشن للفورميشن حق البون؟ اني حسوي ديفرنشيشن للبون لايننج سيل من البون لايننج سيل اللي هي الاوستيوبلاست، انا اسوي لها ازود الديفرنشيشن حقها، فبكده قاعد ازود البون فورميشن. وشيء ثاني اني حسوي بروليفريشن للماتشور اوستيوبلاست، يعني انا لما اعطيه على انترميتد اللي هي دفعات متقطعه حيزود لك البون فورميشن عن طريق شيئين، ديفرنشيشن وبروليفريشن للاوستيوبلاست. فبكده صار عنده كاتابوليزم وانابوليك افكت. هذه الصوره بتلخص نفس الافكت حق الباراثايرويد في التارجت اورجن اللي هم بون وانتستين وكدني، ونفسها هذه الصوره كالسيوم هوموستاسيس تقريبا نفس الكلام بس انه على صور وباختصار. Disorder of parathyroid function، اول شيء عندنا الهايبرباراثايرويديزم اللي هو زياده السكريشن حق الباراثايرويد هرمون، يجي معاه هايبركالسيميا طبعا لان زياده الباراثايرويد تزود له الكالسيوم، وهذا الديزيز يكون اكثر في عمر بعد عمر 50 ومور كومن في الومن. طبعا يتقسم للبرايمري وسكندري. البرايمري الكوزس حقته يا يكون جينيتك فاكتور يا يكون نفس الباراثايرويد فيها ادينوما، وهذا يكون بنسبه 80%، او يكون هايبربلاجيا لنفس الباراثايرويد،
بس هذا نسبته 15-20%، وإن يكون باراثيرويد كارسينوما هذا شيء مرة ريلي اللي هو 1%. السكندري هايبر باراثيرويد لازم يكون كوز ثاني ما هو في نفس الباراثيرويد جلاند، يعني شيء يكون أوتسايد الباراثيرويد جلاند. زي إيش؟ زي إنه نفس الكدني يكون فيها ديزيز فما هي قادرة تسوي ري أبزورب للكالسيوم، فبدام أنا ما حقدر أسوي ري أبزورب للكالسيوم حسوي إكسكريشن للكالسيوم فحيقل عندي الكالسيوم، ولما يكون عندك هايبوكالسيميا حيسوي ستيميليشن للباراثيرويد عشان تزود الكالسيوم، فبكذا حيكون عندك زيادة باراثيرويد بس ما في أي استجابة لأنه نفس الكدني ما قاعد تسوي ري أبزورب. فهذه صارت زيادة باراثيرويد due to the kidney disease. أو الكوز تاني إن يكون عندي inadequate nutritions اللي هم اللي ما يأكلوا دايت فيلو كالسيوم أو دايت فيلو فيتامين دي، كده حيصير عندهم deficiency وحيضطر إنه البادي يتخلص من نفس الستورج، وحيزيد عندي الاستيميليشن حق الباراثيرويد لأنه ناقص عندي الكالسيوم. واللي أساسا يأكلوا فوسفورس كثير اللي هو الدايت اللي فيلو ميت، اللحوم تكون دائما فيها فوسفور كثير، فزيادة الفوسفور حتقلل الإكسكريشن حق الكالسيوم وحيصير نفس اللي صار قبل إنه الباراثيرويد حتزيد. الهايبر باراثيرويديزم الكلينيكال فيتشر حقته أول شيء إنه الكومبليكيشن كمان تصير في البون والكيدني. طب في الكيدني إيش يصير عندك؟ يصير عندك كيدني ستون، وفي البون يصير عندك أوستيوبينيا اللي هي low density of the bone، وأوستيوبروسيس اللي هي هشاشة العظام، والأوستيتس فيبروسس سيستيكا. الأوستيتس فيبروسس سيستيكا هذه due to the increased secretion حق الparathyroid which is stimulate the osteoclast cell، فزيادة stimulation على osteoclast cell trigger إنه يصير عندك osteoclast tumor، فبكذا حيزيد عندك resorption حق العظم وحيصير ممكن يسبب لك low density وممكن يسبب لك كمان deformities ولوز للبون. طيب وهذا لقيه ب 15% في الـ primary hyperparathyroidism. طيب ولما أساسا يزيد عندي turnover حق البونز إنه بيسوي لك resorption كثير. طيب في أي disease سواء كان بون أو kidney، هذه disease الدكتور دائما يروح يسوي لك test اللي هو للألكالين فوسفات. الألكالين فوسفات level لما تشوفيه زايد indicate إنه أنا صار عندي bone disease أو kidney disease، عشان كده يقول لك إنه determined by documenting an elevated blood alkaline phosphate. فسفاتيز الكلاين فسفاتيز اللي هو الانزيم يكون زايد فانديكيت ان انا عندي ديزيز في البون او الكدني. اذر سيمبتوم تجيكي ممكن يجيكي مسل ويكنس، ايزي فاتيكتابيليتي فاتيكابيليتي، والبيبتيك ألسر، بانكرياتيتس، هايبرتنشن، والجاوت الجاوت از ويل از انيميا اند ديبريشن. طيب الجاوت يجيني لانه اليوريك اسيد زياده الكالسيوم ممكن تكون اسوسييتد مع زياده اليوريك اسيد، وزيادة الكالسيوم أساسا جاتني من الباراثيرويد لما كان زايد. طيب وزي ما قلنا أنيميا والدبريشن ممكن يجوا كمان مع البرايمري هايبرثيرويديزم، هذه سيمتومز بس ما هي as a keyword، هي الأساسية تكون من اللي قلنا عليها في الكدني وال... نجي للهايبوباراثيرويديزم. الهايبوباراثيرويديزم يكون بسبب يا سيرجيكال ريموفل لنفس الباراثيرويد جلاند، أو ديزيز سبب لك ديستركشن للباراثيرويد جلاند، أو لما جيت بشيل الثايرويد جلاند باي اكسيدنتلي شلت الباراثيرويد جلاند، هذه كلها تسبب لي الهايبو. وطبعا لما يكون عندي هايبو باراثيرويديزم يعني قليل عندي الباراثيرويد حيقل الكالسيوم، لأنه أساسا الباراثيرويد كانت تسوي لك انكريزينج في الكالسيوم، فلما يقل عندي الكالسيوم حيزيد مين؟ حيزيد الفوسفور لأنه هو عكس الكالسيوم. طيب الهايبوكالسيميا اللي حتنتج حتسوي لي شيئين، تيتاني وكونفولجن. ليش تسوي لي تيتاني وكونفولجن؟ لانه نقصان الكالسيوم يسوي لي زياده في البيرميبيليتي حقه النيورونال ميمبرين للصوديوم ايون، يعني انا اساسا لما يقل عندي الكالسيوم حتزيد البيرميبيليتي لمين؟ للصوديوم ايون، فلما يدخل كثير صوديوم ايون يسبب لي دوبولاريزيشن ويبدا الاكشن بوتنشل. زياده الاكشن بوتنشل اللي بتصير بسبب قله الكالسيوم هتسبب لي تيتاني وكونفولجن. التريتمنت اللي حسويه طبعا مدام ناقص الكالسيوم انا حاعطيه كالسيوم انفيوجن او اورال كالسيوم سبلمنت او فيتامين دي، تمام؟ طبعا لما حاعطيه كالسيوم ما حاعطيه من غير فيتامين دي لانه الفيتامين دي هو اللي يساعدني في الابزورشن حق الكالسيوم، فحاعطيهم مع بعض. هنا هذا الجدول بيسوي لي كومبير بين الهايبر والهايبو. نيجي للبايوكيميكال تيست اللي حسويها. اول شيء الروتين تيست اللي اسويه
سيروم كالسيوم أقيسه، أقيس الألبومين ولا الكلان فسفات؟ الألبومين ليش أقيسه؟ لأنه هو النانديفيزيبل كالسيوم، يكون مرتبط مع الألبومين. فلما يكون مثلا عندي هايبوكالسيميا، مو بس أشوف أنه خلاص هايبوكالسيميا يعني هايبوكالسيميا، ممكن الهايبوكالسيميا تكون بسبب نقصان الألبومين، فلازم بعدها أقيس الألبومين. لو كان الألبومين لو، فتبع لي نقص الكالسيوم. ليش؟ لأنه كل ما أنا أنقص الألبومين، الكالسيوم اللي كان مرتبط مع الألبومين حينقص، فكده صار عندي زي كأنه زودو هايبوكالسيميا. يعني أساساً أنا الأيونايزد كالسيوم حقي لا نورمال، بس نقص عشان ناقص الألبومين، يعني بس اللي مرتبط بالألبومين هو اللي نقص، فعشان كده ضروري إني أقيس الألبومين. والألكلين فوسفات زي ما قلنا اللي هو هذا الإنزيم، لما يزيد حيسوي لي إنديكيت لبون أو ليفر ديزيز، عشان كده أقيسه. أذر سبيسيفيك تيست حقيس الباراثيرويد، الفيتامين دي، المغنيسيوم، لأن المغنيسيوم هو يزيد مع زيادة الكالسيوم، فالمغنيسيوم يعتبر عكس الفوسفار. واليورين كالسيوم اكسكريشن في التريتمنت، لو كان عندي الوضع مايلد هايبركلاسيميا، ايش حسوي؟ هايبركلاسيميا معليش، وما كان عندي اي سيمتومز، بس حسوي له تشيك اب اللي هو زي اني حفظه ريجولر تشيك اب. لكن لما يكون الوضع برايمري هايبر باراثيرويد، البي تي اتش زايده، حسوي له سيرجيكال ريموفل لنفس الباراثيرويد جلاند، وهذا الفيرست تشويس اوف تريتمنت. ولو كان عندي سكندري هايبر باراثيرويد، هذا على حسب ايش الكوز اللي اساسا تسبب لي السكندري هايبر باراثيرويديزم، على حسب الكوز حيكون التريتمنت. هنا في السمري بس عشان نرجع نركز على المعلومات المهمه، زي ما قلنا اللي يسوي لي ريجليشن للكالسيوم هو ثلاثه، باراثيرويد، كالسيترول اللي هو الفيتامين دي، والكالسيتونين، وبي تي اتش عكس الكالسيتونين. ولا بون تارجت اللي حيشتغل عليها، الاورجن تارجت اللي حنشتغل عليها معلش بون وكيدني وانتستين. طيب الكالسيوم سينسينج ريسبتور هو الكي وورد اللي حيساعدني في انه الباراثيرويد يسوي لي ريجليشن، على اساسه لما هو يسوي سنس ديك الساعه الباراثيرويد تبدا تشتغل. طيب الريجليشن حيصير في البون على اساس اني اسوي ريزوربشن فورميشن، لانه هو اساسه يسوي ريزوربشن، بس قلنا انه عنده انابوليك افكت في ذاك السلايد مشروح اللي كتبه لكم انابوليك. وفي الكالسيوم في الرينال حيسوي لي اكسكريشن وري ابزوربشن، والكالسيترول سينثيسيس حيساعدني في الابزوربشن حق الكالسيوم من الانتستين، والبارثيرويد هرمون عنده زي ما قلنا كتبوا لكم انابوليك افكت في ذاك السلايد انشرحت. وي كومبير بين الهايبو والهايبر بارثيرويديزم. وبكذا نكون خلصنا المحاضره، اتمنى تكونوا فهمتوا وشكرا.